السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا الإنسان يدخل سوق راسه، أحيانا ديك السنطيحة كتجيب غير المشاكل. سمعوا واحد السيدة شوقع لها في سيارة الأجرة كبيرة، تاكسي كبير، سمعوا شوقع لها. قالت لك ركبت في المقعد الخلفي ومعها جوج عيالات وترابية ولد صغير، وداك السائق حداه واحد الراجل. قال لك المهم هذوك جوج عيالات غادي اللي معاهم الترابية غادي ينزلوا قبل منها. ف وحده في ذوك العيالات مدت للسائق 15 درهما، يعني ثلاثه مقاعد، 5 دراهم زائد 5 دراهم زائد 5 دراهم شده. فهذيك هاد السيده قالت للمول الطاكسي لا حشومه، تخلصها في جوج بلايص، هذيك راه ترابيه صغيره، حتى هي راه شادها قدامها كاع ما جالسه. هذاك السائق قال لا 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 راهم ثلاثه، كنحسب ثلاثه. قالت لي لا حشومه، ما تبدا تصادع معاه، بنادم كيبحث على المشاكل. فالمهم مول الطاكسي وقف، نزلت هذيك، نزلوا السيدات بجوج ومعاهم الترابيه، ونزلت هذاك الراجل اللي كان قدام السائق اللي ساكت. كاين اللي داك الحياه ديالو مزيانه بالفم ديالو بالصمت، الفم مسدود. قالوا الناس قدام كيقول لك الفم المسدود ما تدخلوا دبانه، واذا كان الكلام من فضه فالصمت من ذهب. نزلوا وداك السائق تلفت عنده وقال لها راهم ثلاثه، قال لها راه تخلصت، ما تخلصتش من عندك الولد الصغير، قال لها راه جوج عيالات وهاد السيد اللي كان حدايا راه معاهم. فهمتوا القصه كيفاش؟ وديك السيده قالت لك عاد دارت في راسها وبحال تنادم مع الحال، علاش؟ قالت لك ما كاينش اللي فيهم هضر، ما كاينش لي واحد السيده تقول لها لا بنتي راه الراجل معانا القدام ولا الراجل يتلفت. قال لك ساكتين ضاربين الطم، وانا مالي غنجبد صداع مع مول الطاكسي. عجب الله مول الطاكسي انسان متفاهم، يا ولا كان هذا متفاهم واحد اخر غادي يكون غير متفاهم. فبعض الاحيان الانسان يكون رزين. شنو هي رزين؟ الصمت، عليك بالصمت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.